خمسة أعوام من الحرص على دعم المبادرات الثقافية والخيرية التي اجتمعت تحت سقف مؤتمر مصر أولاً الذي عقدت فعالياته لتكريم هذه المبادرات عن مجهودها واهتمامها بالمجتمع المصري على مدار السنة الماضية. مؤتمر مصر أولاً هو ده في دورته الخامسة، خمس سنوات على التوالي. احنا بنستكمل المشوار الخاص بمؤسسة حلقة وصل في العمل الثقافي والعمل التنموي اللي احنا شغالين عليه، وكمان اتساقا مع مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة اللي اتكلم عنها في بداية 2019. هو التكريم نوع من الحافز في صورة شكرا لشغلكم، استمروا. المؤتمر أحيا ذكرى رموز راحلة من الوسط الإعلامي وشهد حضورا غنيا من الشخصيات العامة ومؤسسي المبادرات التي قدمت حلولا مختلفة للواقع المصري في شتى المجالات، فأثمرت عن تغييرات إيجابية لأبناء الوطن. إحنا مبادرة اسمها خير نون النسوة. المبادرة ديت المفروض إن إحنا كل شهر لينا إيفنت بنشوف مستشفيات اللي محتاجة، يعني بنشوف مثلا المسنين، يعني دايما الحاجات دايما اللي غير مسلط عليها الضوء إعلاميا دايما إحنا يعني بحاول إن أنا بشوف إيه هي، وبحاول إن أنا بجمع الناس وبجمع أهل الخير كلهم، وبننزل وبنشوف هما محتاجين إيه وبنحاول إن إحنا نوفره لهم. أنا بروح الأقصر مرة كل شهر عشان خاطر نساعد المرضى الفقراء اللي هما موجودين هناك، وبناخد لهم الأدوية وبناخد لهم المساعدة المالية أيضا. بنشوف الناس في الشتاء بنجيب لهم بطاطين، وبعض البيوت اللي هي فيها نقص في الأسقف والحاجات دي بنحاول ان احنا نساعد فيها كتير. امل ان احنا ان هم يكملوا زي ما هم ويكون في افضل كمان واكتر، واهتمام بحاجات يعني باهتمامات تانية زيادة ونشاطات مختلفة اكتر، ويفضلوا مكملين على نفس المستوى. انا ببقى احساسي ان انا سعيد ان انا ببقى بحضر المؤتمرات عشان اشوف نتائج الشغل اللي بيتعمل اثناء السنة. الحقيقة هو شعور لطيف جدا ان حد بيقول لك احنا شايفين شغلك، احنا مبسوطين منك، عايزينك تستمري. دي بتدي طاقة إيجابية للمكرم، وبتبقى تعتبر حافز أو تشجيع إنك تشتغل أكتر، إنك تبذلي مجهود أكتر، إنك يعني تبقي في المجتمع المصري تكوني فعالة، وبالتالي المجتمع بكرمك من خلال مؤسساته سواء كانت مؤسسات دولة أو مؤسسات مجتمع مدني. لحظات التكريم التي امتلأت بالفخر سلطت الضوء على مجهودات المشاركين بمد يد العون الدائمة لمن احتاج إليه، فكان تقديرها خطوة على طريق الأمل الذي سيضع مصر أولاً.